انسومنيا. استاذ كمال عايزك. هو جه؟ اه وصل بالسلامه. طيب انا جايه وراك على طول. طيب يا فيجو انا هرجع اكلمك تاني. سلام. سلام. صالح قال لي انك عايز. خلاص اهدي اهدي يا امنيه. انا جبت حماد عشان يعتذر لي. سامحيني يا امنيه سامحيني. مش عايز اشوف حد منهم. انا عايز يموت زي ما موت ابويا. خلاص انا اتفقت معاه. هو هيسلم نفسه ويشهد على العيال وانت هتشهدي انه هو ما كانش معاهم في اللي اتعمل فيكي. عايزني برقه؟ يا امنيه دي الطريقه الوحيده اللي نثبت فيها الجريمه على العيال. ياخدوا اعدام نفس الوقت هو يخرج منها.